تطورات على السياحة المصرية كانت عم تستحوذ على الاهتمام على مواقع التواصل الاجتماعي، بداية من أحداث الشغب اللي لحقت مباراة الأهلي والمصري ببورسعيد واللي راح ضحيتها أكثر من 70 قتيل. هذه المواضيع كان عم يتم تداولها على فيسبوك وعلى تويتر. على فيسبوك أكثر التعليقات اللي كانت عم تلفت النظر هو الشيء اللي كتبه هو الغنام، واللي كان عم بيقول فيه انه ما منصدق انه الجيش او القوى الامنيه اللي قدرت تامن انتخابات شارك فيها 27 مليون مصري مش قادره تامن مباراه كره قدم شارك فيها بحضورها 20 الف شخص. ايضا كانت اغلب التعليقات عم بتحمل المسؤوليه للقوى الامنيه، وكان في اجماع بين شباب الثوره وبين القوى الاسلاميه بتحميل المسؤوليه للعسكر وتحديدا للمجلس العسكري. موضوع تاني كان عم بتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي وكان عم بلاقي جدل كثير كبير، وهو القرار بالحكم على عادل امام بالسجن لمده 3 اشهر بسبب مواقفه وافلامه السينمائيه يلي اعتبروا انه بتسيء للاسلام. ايضا هذا الموضوع كان عم بتم تداوله بين ناس مؤيده لهذا الحكم وناس رافضه، وكان عم بتم تداول بعض المقاطع من افلام عادل امام يلي كانت عم تتطرق لقضيه الاسلام. الحكومه كافره فاسخة وداعرة. يعني انت معانا؟ طبعا معاكم. مستعد تنفذ كل اللي هنقول لك عليه؟ رقبتي انا من ايدكم دي لايدكم دي. يعني مش خايف من الحكومة؟ انا ما خافش غير من ربنا سبحانه وتعالى. قلبك عامر بالايمان. لا اله الا الله وحسبي الله ونعم الوكيل. اخ شريف. ايوه. جت اللحظة اللي القدر اختارك ليها عشان تقدم اكبر خدمة للأمة الإسلامية كلها. على يوتيوب واحد من أكثر الفيديوهات اللي كان عم بيحقق مشاهدة كان عم بيحقق 2,700,000 مشاهدة، وهو لسيدة كانت عم بتفرج كيف الكلب تبعها بيساهم بالأعمال المكتبية. Printer. Printer. Hey girl, come. Anthony, thank you. Lady. And then you'll give it back to her and she'll hand it yeah. She'll hand it off. Thank you. Thank you. Good girl. Thank you, baby. مع هذا الفيديو بنوصل لختام فقرتنا لليوم.